اسمي غالي احمد مله، صف ثامن في مدرسه امنه بنت وهب، عمري 13. سمعت في مسابقه الكتابه في الطابور الصباحي وقررت ان التحق في المسابقه وشاركت في المسابقه والحمد لله فزت، والحين انا احضر ورشات تدريبيه حق المسابقه وان شاء الله اتاهل. وهاي اللي فوتني، هالغلاف يعبر عن قصة اللي كتبته، وانه هاي ولد خالتي اللي مع معاناته في مرض التوحد وشلون واجه هالمرض. احنا في الورشة عددنا 30 طالبة اللي تأهلوا من 160 طالبة، والورشة وايد ممتعة وشي، ويجونا دكاترة من جامعة قطر ويعلمونا طريقة الكتابة واحنا نكتب وهم يشوفون ويصححوا لنا أخطائنا، وإن شاء الله أفوز في المسابقة، وإذا فزت بيطبعون كتبي القصة اللي كتبتها وبيطبعونها وبينشرونها. من لما كنت صغيرة كنت أقرأ قصص مصورة وقصيرة، بس الحين أنا أقرأ روايات وأحب الروايات الواقعية واللي توصل لنا رسالة، تحاول توصل لنا رسالة. مو كل الناس ما صارت تقرأ، أنا أنصح الشباب اللي في سني إنه يقرأ، القراءة وايد شيء ممتع ومفيد حق سني. أنا في أوقات فراغي أحب أقرأ، ومرات أتدرب أكتب، وإن شاء الله القراءة اللي كنت أقرأها في أوقات فراغي تساعدني إني أصير كاتبة في المستقبل. برنامج كتاب المستقبل من البرامج الهامة جداً التي تسعى كل مدرسة للمشاركة فيها كونها جزءاً من رعاية الموهبات في المدارس المستقلة، ونظراً لأهمية البرنامج الذي تنظمه قطر الخيرية والذي يتوافق مع رؤية قطر 2030 وتوافق مع رؤية كل مدرسة في رعاية الطالبات المبدعات، ويتوافق أيضاً مع معايير المناهج القطرية التي تؤلف حولها الكتب الدراسية في مدارسنا، وهو رعاية الموهبات ورعاية الكتاب وتطوير الكتابة والوصول بمخرجات تعليمية قادرة على أن تعبر وعلى أن تكتب. من منطلق تنمية المجتمع وحرص قطر الخيرية على تنمية المجتمع وإثرائه، قررنا أن نطلق مسابقة كتاب المستقبل لطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية. المسابقة تهدف لإنتاج طالبات متميزات مبدعات في مجال القصة والتأليف. من ضمن البرامج اللي تهدف لتنمية المجتمع أيضا أن إحنا نطور الطالبات من خلال الورش، من خلال الدورات التدريبية اللي تأهلهم في نهاية المسابقة إلى إنتاج وتأليف قصة مميزة لكل طالبة.